استنادا لتوجيهات مكتب سيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص حملة بغداد أجمل وبرعاية سيد وزير الموارد المائية وبالإشراف الميداني والمباشر من قبل السيد الوكيل الإداري، استنفرت كافة تشكيلات الوزارة بإعادة تأهيل واجهات البنايات والمقتربات والجراجات والشوارع القريبة والحدائق من أجل إظهار بغداد أجمل. وكان لقسم الإدارة أحد الأقسام الدار الإدارية والمالية في مركز الوزارة باستنفار جهود كافة العاملين ضمن هذا القسم من خلال إعادة تأهيل بعض مفاصل الوزارة وملحقاتها والأبنية المحيطة بها والجراجات والشوارع والواجهات المؤدية لها، وكان بالتعاون مع قسم الصيانة في هذا المجال، وتم تأهيل بعض الحدائق بإزالة بعض الحشائش المضرة للبيئة وللتربة ورفضها بأنواع أخرى من الأزهار والأشجار، وتم العمل على إنشاء منظومة رش بالتقطير ضمن النظام الرش الحديث لتقليل من نسبة هدر المياه، وقد تم إنجاز بنسبة 80% من العمل المكلف، والعمل مستمر طيلة أيام الأسبوع والأعطال الرسمية. من أجل بغداد أجمل وأنظف وحسب توجيهات مكتب دولة رئيس الوزراء المحترم وبإشراف مباشر من قبل وزير الموارد المائية والزيارات الميدانية من قبل الوكيل الإداري والمالي، استنفرت ملاكات وزارة الموارد المائية متمثلة بقسم الصيانة التابع للدار الإدارية والمالية، حيث تم إعداد خطة عمل بلغت نسبة إنجازها 80% خاصة في تأهيل البنى التحتية للوزارة بصورة عامة وواجهة الوزارة بصورة خاصة، حيث تم صبغ الأبنية المحيطة في الوزارة وتأهيل المضخات الخاصة في سقي المزروعات في الحدائق الداخلية والخارجية، وكذلك نصب وحدات إنارة في الجراجات الداخلية والخارجية للوزارة، حيث يعمل قسم الإدارة والصيانة بروح الفريق الواحد لإظهار مركز الوزارة بشكل أجمل وأنظف. استنادا إلى توجيهات مكتب رئاسة الوزراء لجعل محافظة بغداد أجمل وألطف، وبرعاية السيد وزير الموارد المائية وبإشراف المباشر والميداني من قبل السيد الوكيل الإداري والمالي، قامت الشعبة الزراعية بقلع الأشجار الضارة للبيئة والبنى التحتية وزراعة أكثر من 500 شجرة متمثلة بأكاسيا البونسيانا وأكاسيا الجيراندا وأكاسيا التيغوما، وزراعة نباتات موسمية عدد 3000 نبتة. وقامت أيضا الشعبة بعمل منظومة رش ومنظومة التنقيط